السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة معلومة مفيدة. الخبر ده وصل من موقع سوبر كورة أو جريدة سوبر كورة. الخبر بيقول ساديو ماني أنا لست الملك. قال أحمد توفيق، أو كتب أحمد توفيق من جريدة سوبر كورة، رفض السنغالي ساديو ماني وصف نفسه بالملك بعد استلام جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا عام 2019 في الحفل الضخم الذي أقيم بمدينة سهل حشيش في الغردقة. وظهر مقطع فيديو لساديو ماني أثناء التقاط صورة تذكارية له وهو جالس على الكرسي المخصص لأفضل لاعب في أفريقيا، ووصفه أحد المصورين بالملك، ليرد سريعا قائلا لا 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 لست ملك. وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة في مسيرته، متفوقا على النجم محمد صلاح وزميله بالفريق وعلى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي. وقال ساديو ماني في تصريحات الموقع الرسمي لنادي ليفربول: أنا بالطبع سعيد للغاية وفخور بالفوز بهذه الجائزة، وأريد إهداءها لكل من ساعدني في رحلتي منذ البداية. وأضاف: كانت خطتي هي السفر أولا إلى السنغال لأشكر شعب بلدي وأرد الجميل لهم على كل ما قدموه لي من رح في رحلتي، لكن للأسف لم نتمكن من القيام بهذه الزيارة. وتابع: لدينا الآن مباراة كبيرة ضد توتنهام نهاية هذا الأسبوع، والتي يجب أن أركز عليها وأكون جاهزا لها، لكن صحيح أنني أشعر بخيبة الأمل لأنني لم أتمكن من العودة إلى دياري لشكرهم، وهذا بسبب بعض المشاكل التي لا يمكن أن أتحكم فيها. وأتم: سأعود إلى السنغال بأسرع وقت ممكن لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لن أنسى أبدا ما فعله الجميع من أجلي وكل من آمن بي وكل من أعطاني الفرصة للعب كرة القدم. للاعب كرة القدم ونجح ساديو ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019، وقاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس أفريقيا التي أقيمت في مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1-0. النجم السنغالي ساديو ماني خلال عام 2019 شارك مع ليفربول في 52 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 13 هدفا آخرين، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وهذا هو الفيديو الذي صرح فيه ساديو ماني أنه ليس ملكا. نقل هذا الخبر إليكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، تابعونا دائما ليصلكم كل جديد في أخبار الرياضة والسياسة والاقتصاد وكل الأخبار العاجلة التي تحبونها وتحبون المشاركة ومعرفتها. تابعونا واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.